الأمير طلال بن بدر نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف، نبارك لك هذا المنصب الجديد. كيف رأيت اجتماع اليوم سمو الأمير؟ الحمد لله، كان اجتماع مثمر وجيد وممتاز ولله الحمد، وتم فيه تصفية كثير من الأمور اللي كانت عالقة. الحمد لله، أبشر جماهير نادي النصر بأنه سوف يظهر أعضاء شرف نادي النصر في الفترة القادمة بشكل مختلف تماما عما عهدوه، والخلافات اللي كانت موجودة سابقا إن شاء الله بتنحل جميعها. وطبعا سيكون هناك اختلاف في وجهات النظر، لكن تم الاتفاق اليوم بأنه الجماعة دائما يجب عدم الخروج عليها، ويكون أي اختلاف في وجهات النظر داخل البيت النصراوي تتم مناقشته، بالإضافة لأن سيدي صاحب سمو الملك الأمير تركي بن ناصر أكد على هذه النقطة بالذات بعدم ظهور أعضاء الشرف بشكل مخالف ومعطل للنادي ولإدارة النادي التي تمثل أعضاء الشرف وتمثل الجماهير وتمثل الكيان بأكمله، ويجب الوقوف معها ومساندتها بكل قوة وبكل حزم، ولن يتم التهاون مع أي مخالف لهذه التوجيهات من قبل سموه. تقصد في وسائل الإعلام خروج أعضاء الشرف بتصريح أو تحدث يعني تحدث مشاكل في أو شق الصف النصراوي؟ طبعا وسائل الإعلام أحد السبل اللي ممكن أنها تعطل مسيرة النادي وتعطل مسيرة إدارة النادي في أنها تترجم رغبات إدارة النادي وجماهيره ومنسوبيه وأعضاء شرفه في الحصول على البطولات. وإذا كان خروج بعض الآراء المختلفة أو الغير داعمة فيها تعطيل، سوف يتم التعامل معها بكل حزم وبكل قوة من مجلس أعضاء الشرف، وأيضا سوف يتم الكشف للجماهير حقيقة بأنه غير مسموح ومن غير المقبول الخروج عن المجموعة وعن الجماعة الكيان النصراوي، سواء من جماهير أو منسوبين أو من أعضاء مجلس إدارة أو من أعضاء الشرف. طيب سمو الأمير، ماذا عن أعضاء الشرف المبتعدين؟ احنا وراهم إن شاء الله، وأنا شخصيا حملت أمانة من قبل أعضاء الشرف وبزورهم في بيوتهم إذا سمحوا لي واحد واحد، وإن شاء الله بنرجعهم جميعا إن شاء الله. نشكرك سمو الأمير، أتمنى لك التوفيق.